السلام عليكم، نرجع معكم في للاوتكمز. ايش الطالب بده يطلع من هذا المساق بايش؟ يكون familiar with the central concept of innovation like innovative innovation cycle, sustain innovation etc. يعني هو بده يعرف لما نتكلم على innovation ايش بنعني فيه وايش الدوره تبعته. Understand the critical TI components like the third platform, بنتكلم على cloud computing, big data and the power of social and mobile computing. حاليا كل شيء، كل الداتا تبعتنا اذا بتلاحظوا بنخزنها على ايش؟ على الكلاود. البيج داتا زي ما حكيت قبل شوية، عندي داتا كثير بتطلع بيانات، لو عندي عدد هائل من المجسات اللي هي بسميه السنسورز، والسنسورز هذه بتبعت الداتا تبعتها، فهذا حيسوي حراك. كيف هذه الداتا بدنا نتعامل عليها؟ نتعامل معها على اللوكال ليفل، ولا بنتعامل فيها نخزنها في الكلاود، ولا ونجيبها؟ هذه اذا يعني حنذكرها خلال المساق، بس هذه من الشغلات اللي انت بدك تفكر فيها. اللي عندي الان الجوالات هي تقريبا العنصر الاساسي في الحياه تبعتنا في المستقبل. Investigate the concept of smart planet, smarter solution. لما احنا بنتكلم على الكوكب الذكي او المدن الذكيه او القرى الذكيه، فهذه ايش بنقصد فيها في هذا المجال؟ لازم تعرفها كطالب. Demonstrate the understanding of startups, open innovation and API economy, artificial intelligence, smart system, the cognitive era, IoE and mesh computing. هذول كلها concept ايش بنعني فيها لما نتكلم عليها. هذا حنشرحها ان شاء الله خلال المساق. And analyze the future trend based on technology outlook. Where are we now and where are we heading? يعني احنا وين احنا بالنسبة للتكنولوجيا، لوين رايحين. Applying of techniques based on example of significant ICT company from startup to industry like leaders like Apple, IBM, Google, Amazon and others. بنلاحظ كل الإبداع جاي في قطاع الايش؟ تكنولوجيا المعلومات. طب احنا في هذا القطاع كيف ممكن نمشي في هذا المجال؟ يعني كيف بدنا نوصل لحاجة إلها معنى أو إحنا نقدر نقودها؟ يعني في بعبارة تانية، أنا بدي أكون انتربنور، شخصية ريادية. كيف هذه الشخصية الريادية بدها بعض التقنيات اللي إحنا شفناها بنتعلمها في هذا المساق، كيف إحنا نمشي فيها خلال دراستنا في التخصص؟ You will be able to critically analyze even practice how to enable innovation. يعني بشكل اساسي عفوا، كيف احنا بدنا نعمل نفعل الابتكار والابداع في عالمنا. طيب كيف احنا حنمشي؟ الاسبوع الاول تكلمنا هنا على السيلبس، وحن شويه انترودكشن كيف احنا نتواصل مع بعض، وكيف ايش توقعاتكم من هذا المساق، وهذا حنقوده في الحوار التالي اللي احنا اللقاء الثاني اللي احنا حنتقابل فيه معكم. ويك 2 اللي هي بنتكلم على الديجيتال ايكونومي، ايش بنقصد في الديجيتال ايكونومي. الويك 3 سمارت سيتيز اوفر فيو بنفيت اند تشالنجز، ايش بنقصد في السمارت سيتي، ايش الميزات وايش ايش التحديات فيها. الويك 4 بنتكلم على الانوفيشن كونسبت ثيوري، the diffusion model and disruptive innovation. هذا حنتكلم ايش بنعني في هذه الشغلات. disruptive technology، نتكلم على الموبايل، الديجيتال بلاتفورم، انترنت اوف ثينجز، بيج داتا، اوبن داتا، كوجنيتيف كومبيوتينج، 3D برينتر، سوشيال روبوتس، سيلف درايفنج فيكل، درونز. هذه حاجات في العالم الان هي اللاعب الرئيسي اللي بغير عنا النظرة في العالم، بغير كيف العالم بتفاعل مع التكنولوجيا. ويك 8 بنتكلم على سمارتر بلانيت، الاوبنس اند انوفيشن ايكو سيستم، انسترومنتد انتر كونكتد انتليجنت. بنقول لكم هذا ايش بنقصد فيها. من 9 ل 12 بنتكلم على سمارت سوليوشن بير سيكتور، سمارت موبيليتي يعني كيف الحركة الذكية، سمارت سيفتي كيف يكون الأنظمة اللي فيها ذكاء، سمارت انرجي الطاقة الذكية، سمارت ووتر، سمارت ويست، سمارت بيلدينج، سمارت هومز،
سمارت هيلث، سمارت اديوكيشن، سمارت فاينانس، وهكذا سمارت جوفرمنت. وهذه بشكل عام حخليكم انتم تشتغلوا عليها. ايش بنعني فيها؟ انا اشرح لكم بريف واقول لكم جيب لي امثله من هذا القطاع. طيب ويك 13 نتكلم على الفاونديشن، فاونديشنال سيستم اند انفراستراكشر، ايش اللي بلزمنا لنعمل هذه الانظمه الذكيه. ويك 14 نتكلم على سمارت سيتيز اوف ذا وورلد، مين المدن الذكيه في العالم وكيف هذه صارت ذكيه او كيف هاي. وهذا عاده حتى على مستوى العالم في منافسات عالميه سنويه، مين المدينه الاذكى في العالم، او مين المدينه الاذكى في اوروبا، مين المدينه الاذكى في امريكا. وهذه كل مسابقه لها معاييرها، حنشوف هذه كيف العالم في هذا المجال. بشكل عام هذا اللي احنا حنغطيه في هذا المساق، وبنقول لكم يعطيكم العافيه، وإن شاء الله بنشوفكم في اللقاء القادم.